لا زالت تتكرر ظاهرة التسول خصوصا مع قرب شهر رمضان المبارك، بل واصلت وسائل التواصل الاجتماعي مما ساهم في تغيير أشكالها الاجتماعية التقليدية إلى التسول الإلكتروني وبثوب يلامس المشاعر. فهل هذه الظاهرة لها حلول؟ يسعدنا أن نسمع من كاتب الرأي حمد السهلي حول هذا الموضوع. أستاذ حمد أهلا وسهلا، الله يحييك، نورتنا بالاستوديو. الله ينوري أستاذ حمد. أنا في البداية أبغى أسأل سؤال، يمكن كنا نسأله قبل ما نطلع على الهواء. إحنا كمواطنين نقف في الإشارات، نقف في الأماكن، خاصة إذا هتكلم في شهر رمضان والشعور الروحاني ما يعني أعلى والإيمانيات أعلى، ويجي من يطرق شباك السيارة وتحت مبدأ وأما السائلة فلا تنهار، فنأتي إلى شعور التعاطف، أعطيه ما أعطيه، أعطيه ما أعطيه، وأقف ما بين شعوري كمواطن يحب بلده وما يضرها بشكل أو بآخر، ما بين شخص يطرق بابي. كيف ممكن نوزنها؟ صح. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الأشخاص اللي يتسولون عند الإشارات هؤلاء هم عصابات منظمة، عندهم تنظيم مخصص، عندهم ناس تدعمهم، ناس توزعهم على الإشارات، ناس تتابعهم، فهؤلاء هم ضرر على البلد، ليسوا فقراء وليسوا مساكين وليسوا محتاجين. أعتقد أنه إعطائهم يساعدهم على الانتشار، يساعدهم على الإخلال بالأمن، يساعدهم على المنظر غير حضاري. أحيانا تجد المتسول أو الطفل إذا حاولت أن أنت ما تعطيه أو تشير له أنه يبعد عنك، تجد عنده نزعة عدوانية، تجده يضرب على قزاز السيارة أو يحاول أنه يمسك السيارة فهؤلاء هم مدربين على أنهم كيف يتعاملون مع المواطنين. صحيح. كيف أنه يشحذ، كيف أنه صحيح. فأنا أنصح بعدم إعطائهم، لأن هذول يعني من اللي هم مخالفين للإقامة. صحيح. لأن الأشخاص الموجودين سواء كان متسول من البلد أو من غير البلد. صح. من غير البلد فيه جهات حكومية تساعده تدعمه، من غير البلد لأنه ما يقدر يقيم بشكل قانوني، لا يستطيع العمل، لا يستطيع اللجوء إلى جهة معينة، فيعتبر مخالف. إعطائنا لهم هذا يزيد من دعمهم كذلك. أيضا يمكن هذا الموضوع كثير ما يجعل المملكة العربية السعودية جاذب للمستفيدين من المخالفين هذول، من الناس اللي هم بيخالفوا القانون. كلمنا طبعا انتهاك حقوق الأطفال أستاذ حماد، يعني هنا تنتهك حقوق هذا الطفل المتسول. في هذا الجانب تحديدا كيف نقدر نوقف هذا الاستغلال رغم تعاطفنا معه؟ هو القبض على الأشخاص المشغلين لهم أو الداعمين لهم، هذه هي الوسيلة الوحيدة اللي احنا نحمي هؤلاء الأطفال. هم أطفال مرغمين على التسول، مجبرين على التسول بالتهديد وبالإكراه، لأنهم جاءوا من عابرين للحدود أو مخالفين للنظام، لا يجدون مأوى، لا يجدون مكان، لا يجدون، ربما يكون البعض منهم لا يعرف أهله، لا يعرف منطقته أو لا يعرف مكانه، من مخطوف. نعم. العمل الوحيد هو القبض على الأشخاص المشغلين لهم اللي يديرونهم عند الإشارات، ومن بعد كذا يبدأ حمايتهم، تأهيلهم، إعادتهم إلى أهلهم. تستلمهم جهات اللي هي وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الداخلية، للبحث عنهم، للإصلاح من سلوكهم كذلك. طيب أستاذ حمد، أنا ودي أسألك سؤال، هل كل الناس هذه المتسولين هم من الفئات الغير سعودية أم يوجد سعوديين منهم؟ الإحصائية تقول 95% من المتسولين غير سعوديين. نعم. يعني تقريبا عندنا 5% سعوديين. نعم. وهؤلاء طبعا تتكفل فيهم الجهات المعنيه، وزاره الشؤون الاجتماعيه تمنحهم اللي هو الحمايه والعمل، لهم برامج تعوضهم وتغنيهم، يعني لهم اللي هو رواتب اللي يسمونها الضمان الاجتماعي، ولهم ربما البعض يجهل، ربما البعض سلوك الاهل عنده ضعيف، تعليمهم ضعيف، او لا يستطيعون ان يصلوا الى الجهات اللي هي تساعدهم. نعم. عند اللي هو الحصول عليهم او عند القبض عليهم يتم اصلاحهم، يتم منحهم رواتب، تعليمهم، توجيههم، تدريبهم، دراسة حالتهم الاجتماعية. لكن النسبة حسب الإحصائيات اللي هي عام 2018 أنه 95% غير سعوديين، 5% هذه
السعودية والغير سعوديين هذول هم من المخالفين لنظام الإقامة. نعم نعم. يمكن كمان منصة أحسان ريحتنا كثير للأمانة، بتعرف مين الأشخاص هذول، بتعرف أنت أموالك لمين رايحة، في مظلة صاروا يستظلوا بظلها كل الأعمال الخيرية أو الجمعيات الخيرية. لكن لما نتكلم عن ناحية ثانية أو من مجال آخر، من جهة المخالفة ونظام المخالفة، يمكن الآن قبلنا على شهر رمضان أو للأسف الشديد جائحة كورونا، زي ما كنا نتكلم ونقول أنها اضطرت العالم كله أن يكون مغلق على نفسه. صحيح. وما يكون في أخذ وعطاء ولا تبادل لا ثقافات لا معلومات ولا غيره، حتى ولا من الأعمال كعاملين أو أشخاص ممكن يستفيدوا من بعض الدول في العمل. هنا يجي السؤال، المخالفين اللي موجودين في البلد ورغبتهم بالعمل أكيد طبعا عشان يحصلوا هم لقمة أو رزق، وإحنا أيضا كمواطنين أو كمقيمين في البلد ومحتاجين أحد يعمل معنا أو يساعدنا في هذا الشهر الفضيل. صحيح. كيف هنا نحاسبها؟ كيف هنا احنا نبين مسؤوليتنا المجتمعيه؟ كيف هنا احنا نبين دورنا؟ كيف هنا احنا نوضح انه فعلا احنا كمواطنين ومقيمين يدا بيد مع الاجهزه الامنيه للدوله للقضاء على كل ما هو مخالف؟ اولا عدم اعطائهم اللي هو سواء من تبرعات او من اموال، لان هذا مخالف. المخالف حتى العماله. نعم، المخالف هذا لا يوجد له اي بيانات داخل البلد، لو لا قدر الله حصل وفاه، لو قام بعمل اجرامي ما يعرف من الشخص هذا. لو وجدوه ميت سواء جاء مثلا جلطة أو مات فجأة، ما له سجل. صح. لا له بصمات، لا له معرفة. لو هو أقدم على فعل غير مشروع، قاتل أحد أو خطف أحد أو سرقة أحد، لا يوجد له بصمات في اللي هي في مركز المعلومات. لذلك نحن من الحماية للمواطن والمقيم أني أنا ما أتعاون معهم أو ما أمنحهم أي مبالغ أو وأبلغ عنهم كذلك. نعم، أبلغ عنه. أنا كنت هسألك عن هذا السؤال الآن، يعني كيف أقدر أني أقوم بدور صحيح تجاه هذه الفئة الآن؟ يعني زي ما قلنا خلاص إحنا لحد ليس المطلوب مننا التعاطف. صحيح. ليس المطلوب مننا، بل المطلوب هل أول ما أشوف مثلا أكون في إشارة وأشوف هذا النوع، هل أقدر أبلغ أم إيش التصرف الصحيح في مثل هذا؟ نعم، في أولا عدم إعطاء، ثانيا إبلاغ مكافحة التسوء، في رقم مخصص لمكافحة التسوء الإبلاغ، هم يقومون بالتصرف ويحاصروا المنطقة وعندهم معلومات المنطقة هذه فيها أشخاص متسوين، تم القبض عليهم. نعم، كثير من الأمور أستاذ حماد الآن المجتمع أصبح مسائل عنها. صحيح. لأنه في كثير أشياء أصبحت واضحة. صحيح. والدولة ما قصرت، صارت. صحيح. توضح الآن من هي الجهة المخالفة. نعم. ومن الغير مخالفة. نعم. ومن المشروعة ومن غيره. صحيح. لكن ما موقفنا تجاه رسائل تحديدا سداد الفواتير أو التبرع للأفراد عبر التواصل الاجتماعي وحتى جروبات الواتساب؟ هذه فيها كثير من الاحتيال صراحة، يعني فيها كثير من الاحتيال والنصب، يعطوك حسابات وهمية، حسابات تخص جهات غير مشروعة، جهات رهابية، جهات ربما تكون برضو خارج البلد، تهكير حسابات، فيها الكثير من الأغلاط. نعم. طب وإبلاغ الجهات المعنية برضو بخصوص. صحيح. بخصوص اللي نعم. بيصير على مواقع التواصل الجرائم الإلكترونية. إيه. نعم. طب نعم. أستاذ حمد، لو تحكي لي أكثر عن هيئة مكافحة التسول، هي تعود إلى وزارة التنمية والموارد البشرية أعتقد. صحيح صحيح. لو نحكي شوية عن دورها وين وصلت هذه الجهود؟ بالعكس، هم يقوموا بعمل جبار، يدرسون حالات الأشخاص اللي عندهم حالات تسول، يقومون بأعمال اللي هي مكافحة التسول، عندهم برامج، عندهم خطط، ولكن تعاون المواطن ضروري جدا. جميل. إيش ممكن تكون العقوبات اللي تسهم في الحد من تنامي ظاهرة التسول؟ أولا مصادرة الأموال. بالنسبة للسعودي طبعا تأهيله وتعريضه ربما العقوبة الخفيفة، لكن الغير سعودي ترحيله فورا. طبعا ترحيل فورا. نعم. خاصة أنه أنت زي ما ذكرت في البداية أستاذ حماد، هي جماعات وهي. صحيح. عصابات. صحيح. وللأسف ممكن. نعم. يكونوا كمان بيضروا فينا وبيأذوا بلدنا، فإحنا لازم يعني. صحيح. نعرف أو نتأكد من الأشخاص اللي إحنا بنسلمهم هذه الأموال، لأنه ممكن هذا المال في الأخير يعود علينا بالشر. يعود علينا بالشر. نعم. أنا حاب أشكر تواجدك معنا أستاذ حماد، نورتنا. شكرا. وكل عام وأنت بألف خير. وأنت بخير. الناس بتحلو شهر رمضان المبارك. يعطيك ألف عافية. شكرا. الله يعطيك. شكرا لك. مشاهدينا وزميلتي لبنى وأكيد زميلاتي العزيزات اللي كان يعني أنا أتمنى أنهم يكونوا موجودين معنا اليوم، أوديو مها وريم،
ولكن هم كمان كان عندهم بعض الأعمال عشان خاطر يوسع صدوركم بإذن الله في شهر رمضان المبارك. ختام حلقتنا اليوم اسمحي لي أشاركك فيه، أبغى أقول كلمة بس أخيرة، أبغى أقول كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله بإذن الله برنامج سيدتي مستمر معاكم بعد شهر رمضان المبارك. إن شاء الله راح نكون في انتظار أن أنتم تستنونا بفارغ الصبر، وإحنا كمان ما تتخيلوا قد إيش راح توحشونا مشاهدينا. كل عام وأنتم بألف خير، شكرا لكم أنكم تحملتوا كل الأشياء اللي فاتت، سامحونا على الذل والخطأ والقصور، أكيد هو من الشيطان مو مننا، أعذرونا. ولبنى طبعا بس أنا حابة وأنت بصحة وسلامة يا رب، ينعاد عليك وعلى الجميع يا رب عليك. وعلى كل من كل أمة محمد بالخير والعافية. لكن أنا حابة أكد لكم أنه بكرة وبعده برنامج سيدتي هيكون معاكم كمان في حلقات جدا طبعاً. مميزة طبعا حلقتنا كانت مميزة وانتهت ووصلنا إلى ختامها مشاهدينا، نستودعكم الله ونشوفكم بكرة وبعد بكرة.